وصلنا لفقرتنا الأخيرة يلي بتهم كتير من الأشخاص. قديه بهر شعرك بالحمام؟ يعني بلاوي زرقاء. كيف بهدلتك أمك امبارح من الشعر؟ هلا عم بحكي لك شي تحت بالمسح الهواء بالمسح بيطلع تقولي شعر هالفورة. كله الشعر كتير بهر كتير عم هلا. ينزل، يعني كنا عم نحكيها تحت الهواء. مشكلة تساقط الشعر هي من المشكلات اللي عم تعاني منها كل بنت، وخصوصا هلا قرب موسم، احنا بنسميه موسم الباذنجان هيك باللغة المحكية. بدنا نعرف اليوم شو أسباب تساقط الشعر، كيف ممكن نحد من هذا التساقط، كيف ممكن تكون العلاجات. يعني عم نحكي عن أهم موضوع لا بيهم الصبايا هو انه شعرهم. تمام، الدكتور هايك سيربيان يلي هو اليوم ضيفنا رح يجاوبنا عن كل التساؤلات يلي بتهم البنات وكمان الشباب، ما حدا يزعل. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا يا سعد لي صباحك يا رب. صباحكم يا هلا. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا يا ميك. يعني خلينا نبلش عن مشكله تساقط الشعر، هي لها كثير مشاكل، ولكن خلينا نبلش من الموسم اللي نحن فيه هلا. اسباب موسم تساقط باذنجان. الشعر والله والموسم السنه شكله كويس، مبلش على بكير، عم يراجعون على عيادات بعمر مبكر، بوقت مبكر الحقيقه. هو موسم فصلي، طبعا نحن في عنا فصلين بالسنه ممكن يزداد فيهم تساقط الشعر، ان الخريف والربيع. هلا الخريف شائع اكثر عنا بنهايه الصيف، بدايه او نهايه شهر اب، بدايه ايلول بالعاده بيزداد وبيستمر لتشارين. هو تساقط شعر بسموه نحن عنا باللغه الطبيه الفصلي عابر، مفترض يعني ما نكون كتير مدققين عليه، يعني ممكن هذا الشعر بيرجع ينمى من تلقاء نفسه، إلا إذا كان في عنا بعض العادات. في ناس أول ما بتساقط شعرهم بيردوا على بعض المستحضرات بصيروا بيستعملوها، بضروا حالهم أكتر ما بفيدوا حالهم. الوقاية تبعها بتعتمد على أنه ناخد فيتامينز بس يفيدنا بشكل كويس عليها، ناخد بعض المستحضرات بإشراف طبي أفضل مشان نقدر نخلي الشعرة تنمى بشكل نوعي احسن، يعني ترجع الشعره بشكل احسن. تساقط عابر ما في شيء بخوف فيه، لان يعني احنا عندنا كل يوم عندنا تقريبا بين 80 و100 شعره باليوم، هدول تساقط طبيعي نحن ما بننتبه له. هلا في ستات بكون احيانا شعره كتير طويل، فال100 شعره عندهم على كبره يا لطيف صلعنا بتقول صلعنا، هي بتكون عم تطلع طول الشعره بتلفهم على بعضهم بيطلعوا معها كبوش. تمام، هن 100 شعره باليوم تساقطنا الطبيعي. بنستعمل بعض مستحضرات التثبيت، بنستعمل مثلا ست بتلبس الشعر بتربط شعرها، هذا الموضوع بخلي احيانا باخر نهار بتفرد شعرها هن المية موجودين، على الحالتين بدهم يتساقطوا. بتطلع اليوم بتلاقي نهار دفعه واحده بتقول يا لطيف صلعنا. هو الحقيقه لا، ما في هيك شيء، عندنا 100 شعره باليوم تساقط طبيعي. نرتفع بالتساقطات الفصليه بنسميها او لل 200، بس هذا الموضوع بيبقى ضمن الريت الطبيعي، ما في شيء بخوف فيه الا اذا زاد عن حده بشكل كتير كبير او ترافع مع اصابات تانية. بس احيانا ممكن تجي تحكم وحده مرضع جديدا، مثلا مثلا شهر شهرين مرضع، بهذا الفصل تساقطها بصير اوضح. الناس اللي عندهم مشاكل هرمونيه تساقطهم بصير اكبر. الناس اللي عم يستعملوا مستحضرات ممكن تسبيل، خاصه هلا اليوم صارت مستحضرات الشعر تحت اسماء مختلفه، انه انا اليوم هي تسبيل، هي ليس ان حملناها كرياتين ولا بروتين ولا. هلا اذا ما كان في خبره كتير كبيره من الشخص اللي عم يشتغل بمستحضرات الشعر من الكوافيري، فالموضوع ممكن ينعكس بطريقة سلبية. يعني أحيانا أن نحط حالنا في بعض الإجراءات تحت أيدي غير خبيرة ممكن تنعكس علينا بمشاكل أكبر. وقص على ذلك يعني هي أسباب متنوعة كتير كتير الحقيقة، مشاكل مرضية، نقص فيتامين د، نقص الكلس، نقص الزنك، نقص الحديد، كلها مشاكل ممكن تسبب تساقط شعر. دكتور هايك، خلينا نروح لبعض العلاجات. كثير من السيدات بيصيروا بياخذوا بيروحوا على الصيدليه بيقولوا لها بدنا شيء شعرنا عم يهر، فممكن تعطيهم شيء من نوع من الفيتامين او هيك ممكن يزيد انه بيطلع الشعر باماكن ثانيه بالجسم، يعني ممكن يصير ردات فعل مو بس يطلع بالراس. هي مشكله عم يعانوا منها اغلب الصبايا، يمكن خلينا نحكي ونوضحها. الحقيقه بدنا نعرف نميز عنا شو سبب تساقط الشعر. تمام، هلا اذا هل هو موسمي او هو دائم؟ هو لا ما بس دائم، الموضوع اذا له مشكله هرموني مثلا. اليوم اغلب الناس عندهم مشاكل هرمونيه، العادات الغذائيه اليوم تعتمد على الخضار اللي هي معدله جينيا، كلها صارت بيوت بلاستيكيه او بذور بسموها المره واحده، صاروا هلا شائعه نوع من انواع البذور ممكن تحطيها تزرعيها تعطيكي موسم بعدين للكب، هي ما انا نبته كامله. او مثلا لحم الفروج اليوم اللي عم بيكون صوص بعد 45 يوم عم بصير وزنه 3 كيلو، يعني في شيء ما هو منطقي فيه. هلا هذا هاي الانماط الغذائيه هي انماط تعديل جيني. هلا بالدراسات ممكن تكون هاي الماده او هاي المواد
عم تحقق نوع من التوازن الغذائي عالميا عشان تلحق تغذي الطعم العالم كله. بس بالنهاية إلى تأثير على الإنسان بشكل أو بآخر عند النساء وعند الرجال. عند النساء أكثر شيء هلا عم نعاني منه أو عم نشوفه اليوم المشاكل اللي عم ترتبط عندي بالأكياس على المبيضين أو الاضطرابات الهرمونية اللي عم ترجع لمنشأ غذائي، أو مثلا أحيانا تأخر سن الزواج اجتماعيا عنا تغيرت العادات عن أول. هذا الموضوع عم بينعكس عند الست بشيء اسمه اضطرابات هرمونية. هلا أحيانا بتكون الاضطرابات الهرمونية ما أنا كتير واضحة، أو ممكن مريضة تراجع مثلا أحد الزملاء النسائية بقول لها عادية، إذا طلع هالكلمة وطلعت معه بقى استمرت مشكلة المريضة بالترقي. المشكلة اللي بصير عنا إنه من المظاهر الهرمونية عنا هي أهم مظهر إلها هو تساقط الشعر والشعرانية. فبتلاقي مثلا والله هر شعراتي أخذت حبوب فيتامين طلع لي شعر بجسمي، ما في فيتامين بيطلع شعر بجسم، ما هذا في هرمونات عم تلعب، في هرمونات عم تلعب. لأنه اليوم هذا الفيتامينز، هذا الفيتامينز اللي احنا عم ناخده هو بشكل طبيعي مفترض يكون موجود بغذائنا، ما عندنا خلل غذائي نقصنا، تمام؟ فهل يا ترى اليوم معناتها اذا اللي بياكل كثير وبيوصل وارد فيتامين كثير مثل الصحطه منيحه مثلي مثلا لازم يكون عندهم شعرانيه، والناس مثلا النساء اللي بيكون عندهم اكل خفيف بيكون شعرهم خفيف؟ لا، الجسم بياخد حاجته من الفيتامينات. مهمتنا بالفيتامينات هو التعويض اللي هو خلص نتيجة خلل بنظامنا الغذائي، إلا إذا كان عندي أنا بالأساس في مشكل آخر ساعتها لحنا ما رح ينفعنا الفيتامين، وممكن نوع بمشاكل تانية ننسبها للفيتامين بس هي ما لها علاقة بالفيتامين أو المتامينات. دكتور بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم وهو قدرة الرأس أو جلدة الرأس على تجديد الشعر. يعني نحن حكينا من شوي عن 80 ل 100 شعر عم تروح يوميا، يا ترى في هاي الحالة بالجسم إنه شعر بينمو ولا لا راحوا خلاص ما في شيء؟ عن شعر الرأس عمي. عن شعر الرأس طبعا، وهي هاي دورة الشعر الطبيعية. الشعر إلى 3 أطوار، يعني إلى 3 أطوار نمو. هلا هاي 3 أطوار النمو في طور منهم ما بتنتهي بدها تتجدد. فالعمر الافتراضي للشعر عندنا بيكون بين 8 و 10 شهور. على فكرة الأعمار الافتراضية تختلف حسب البيئات وتختلف حسب الأعراق. يعني مثلا في أعراق العمر الافتراضي للشعر 6 شهور، وفي أعراق توصلت للسنة، بس بالنهاية إلى عمر افتراضي، وهذا العمر بعد بلش بعدها تتجدد. هلا متى ما تجددت هاي الشعرة بدها تهر وبده يطلع بدالها، فبدها وقت لحتى يطلع بدالها. نحن ما بنحس فيهم، يعني نحن من وقت ما كنا صغار لليوم عنا تجدد شعري يومي بين 80 و 100 شعره، بس ما ضايقونا، يعني ما حسينا فيهم، ما في يوم تماما. هذا بنحكي انه ما بنحس فيهم تماما، لانه هذا مقابل كل 100 شعره عم تهر هدول اعتبريهم السبير، عم بيطلع 100 ثاني، وعندك قبلهم الشهر قبله 100 قبلهم الشهر قبله 100 قبلهم، وعم ينمو. يعني ما بتطلع الشعره بتطول راسا بتصير طويله، يعني في اطوال، يعني انت هلا على طول شعرك. لكن ليش بس نروح عند الحلاق بيقولوا هات الحلاق ايده خضره روحي قصي عنده فورا بيطول شعرك؟ طاقه علم الطاقه هي يمكن هذا اللي الصبح لما نشوفهم طالعين هي هي ما لها علاقه، بعدين انت اذا امنتي فيه راح يطول. اوكي كمان يعني دكتور هذول الشغلات الصبح نحن البنات بنمشط شعرنا بنحسك في شعرات صغيره طالعه، هذول هنن اللي عم يطلعوا، هذول عم يطلعوا. نعم هذول مهمتنا نحافظ على صحتهم، لانه بتهر الشعره وقت بيكون عندنا خلل غذائي بدل ما تطلع شعره مثلها تطلع شعره اضعف. بس ضعفت الشعره ما عاد عندها قدره نمو، مع شوي شوي بتصير وبره، ما عاد كثير بقى بتحسي فيها، بتحسي حالك انه فرغت. عشان هيك وقت نرجع منعالج او بناخذ ادويه بتلاقي زادت كثافه الشعر. ليش تزداد كثافه الشعر؟ لانه هو هذا وبر موجود، بس لحنا رجعنا غزينا اعطيناه مسببات النمو ورجعنا ما من اول وجديد. تمام دكتور، كثير في من الابر يلي بتنعطى بالراس فيها فيتامينات وفيها مواد يعني مثل مواد كثيره بتغذي يمكن شعره الراس بديل الزيت لا الابر فيها الفيتامين اللي بتنضرب بالراس، هل هي تنصح فيها؟ هل هي منيحه؟ ولاي عمر مسموحه؟ يمكن في عمر محدد خلص الشعره ما عاد يمكن تكون برونقه مثل عمر الشباب. هلا الابر نوعين، في ابر نزل بشكل تراديشنال تجاريه انه بتفتحيها وبتحطيها بالراس. هلا قسم منيح من نفعات، يعني الحقيقه اذا كان تركيبها جيد مثل المواد اللي احنا وقت بنعطي علاج للشعر ما بنوصف حبوب وبنستعمل مستحضرات موضعيه. اذا طقيت على الراس انت عم تغذي جلده الراس، طب جوا كيف بدها تتغذى؟ ما هي دورها هي كيف بتميز مستحضر منيح من مستحضر ما منيح؟ قدره الاختراق. تمام اوكي. ما انت هلا اليوم ليش بتحطي كريم؟ في كريم اليوم بيطلع
له نتيجة عندك، في كريم لا. حتى على مستوى حبة دواء بتجيبي حبة دواء اليوم في نسبة المادة الفعالة فيها مثلا 500 بتاخديها من شركة بتستفيدها من شركة لا، مع أنه بالتحليل نفسه هي نسبة توافر حيوي، وهذا توافر حيوي سواء كان للأدوية الداخلية أو للموضعية هي دراسة بحد ذاتها، يعني هي بتختلف من شركة لشركة. السواغ، آلية الاختراق، العوامل المساعدة على الاختراق، إن كيف توصل أنت المادة الفعالة للنقطة الهدف. على هاي دراسات وبتختلف حسب الشركات، في شركات عم تنتج شيء كتير منيح، وفي شركات استفادت من موجة، يعني ففي مواضيع بتاخذ منحة تجاري ما بيستفيد منها المريض، في مواضيع بيستفيد منها، في كتير من هدول الأبر فعال، وفي شيء عديم الجدوى ما فينا نحكي بالأسماء طبعاً. بس علينا نقول إنه دائماً تابعوا عن طريق طبيب، على الأقل الطبيب بيقدر ياخذ على مسؤوليته جدوى معالجته، يعني ما فينه أنا الأم أقول والله الشركة الفلانية أحسن من الشركة الفلانية، في طبيب اليوم بياخذ على مسؤوليته جدوى المعالجة، وعلى الأقل بيكون عنده متابعة. يعني أنت اليوم عندك سبب تاني غير موضوع إنك تطبقي اليوم إبرة تحطيها على شعرك، طيب منيح هذا السبب. هلأ مثلاً البلازما منيحة؟ هلأ إذا بنقعد بنحكي بيزعلوا تماما، يعني كتير هو يعني ليش مختارينك دكتور هيك مشان انت تقلنا انه ايه صح ولا غلط ولا البلازما الحقيقة منيحة وما منيحة. منيحة اذا كان عملت صح، وهي الصح هي كلفتها كتير عالية، يعني اليوم لا نعم يعملوها بسعر كتير قليل وبحطوا لك معها ميزو لك. تماما هي عبارة انه مسفل دم وبحط لي سنتيين من ابرة ميزو وبحقنها. طيب الفايدة انا الدم هلا انت اذا جرحنا جلدنا اليوم ما بيطلع دم طبعا، طب شو فايده انا اني انا احقن دم بمنطقه فيها دم، يعني صح. عم باخذ جزء من الدم لرجعه لمنطقه فيها دم كله بكامل عناصره، طب شو الجدوى؟ يعني هي ما لها جدوى الحقيقه، انه تجاره صارت هي ما انا مزبوطه. لنكون فعالين هي البي ار بي انجكشن، والبي ار بي انجكشن اذا بدك تحقنيها صح اللي هي بليتد ريتش بلازما، اللي هي بسموها بلازما المدعمة بالصفيحات، اللي هي بتحرر عنا الستيم سيلز والجروس فاكتورز بقلبها. هذا الموضوع اليوم لينعمل صح واوفر كوست، يعني انك تحضري انت بلازما صحيحة وفيها صفيحات مفعلة بشكل جيد وتحوليها لأكتيفيتي، يعني تكون فعالة وتغطي منطقة واسعة مثل الفروة، هو رقم كبير ما بيتناسب معه. يعني هاي الجملة كتير لازم نقولها، لأنه صارت المخابر تبع تحليل الدم صارت تحقن بلازما بالوش وبالرأس، أنه أنا إذا بدي استفيد منها فأنا مستفيد على السنتيين الميزو، طب روح عمل الميزو. نعم. يعني عمل المادة نفسها الفعالة اللي أنت مستفيد منها، عمل جلستك عليها، يعني ببساطة بتأخذ نتيجة أفضل، وبالحالتين لا هاي ولا هاي تقدر تحل محل المعالجة. نعم. يعني هني داعم علاجي، ولكن ما نخط علاجي أبدا. تمام. لأنه أنت بدك تعمليها هلأ، طب أنت اليوم بخوشتي فروة راسك كلها ديش بدك تاخدي نتيجة منه؟ جمعة جمعتين ثلاثة ترجعي بتعيديها شهر؟ دكتور يعني سريعا جدا جدا، أخطاء شائعة أو نصائح ممكن نوجهها للمشاهدين بموضوع تساقط الشعر؟ هلأ تساقط الشعر إذا كان فصلي عنا نعتبره عابر، منطنشو بنرجع لتعويض فيتاميني بيكون جيد، مستحضرات تكون منيحة، ما نغامر بحالنا، ما نلحق قصص وحكاية ما بتلزمنا، وأنا بمشاكل أكبر نرجع للأخصائي اللي بيساعدنا، وهذا الموضوع ممكن يساعدنا لأنه ما بس رح يجي يعطيني أنا مقوي شعر أو فيتامين، رح يشوف إذا عندي سبب تاني. يعني اليوم في أسباب أكتر ما بتخيل مسؤولة عن تساقط الشعر. دائما العوده للاخصائي، ومعلش حملوا الاخصائي اللي عم تراجعوه مسؤوليه عملكم، ما في مشكله. اليوم بيجيني مريض انا مسؤول عن عملي معه، واكيد اي طبيب تاني رح يكون مسؤول عن عمله مع المريض، على الاقل قادر يراجعه. هاي نقطه اذا كان تساقط كتير كبير، التساقطات الفصليه تهمل، شغله بسيطه ممكن شويه فيتامينات، بعض المستحضرات تحوي على المالتي فيتامين تكون فعالة كتير بدون تمادي بالإجراءات. نعم دكتور هيك سربيان كثير بدنا نتشكرك، وشكرا على كل النصائح اللي قدمت لنا اياها، وعلى الصراحة الحلوة يلي نحن كتير بحاجة لها بموسم أو بوقت هو تجاري بحت بعيدا عن عادي. شكرا كتير لك. شكرا كتير لك دكتور هيك.